ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأرحب بالأستاذ أحمد علي الأمين العام للحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي. وأهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. عايز أعرف الأسباب اللي جعلتكم يعني تقوموا بإنشاء حملة وطنية للإعلام السياسي لرئيس الجمهورية فتح السيسي. حضرتك اولا انا برحب بحضرتك أهلا وبالساده وسهلا الموجودين، بحضرتك. برحب بقناه الصحه والجمال. بقول لحضرتك انا اقول لحضرتك الاهداف اللي انشات من اجلها الحمله. اولا الحمله انشات الوقوف مع الدوله والجيش والرئيس والقضاء، ده اول حاجه. حضرتك ابراز انجازات السيد الرئيس عن طريق الاعلام الالكتروني والمواقع الالكترونيه والقنوات الفضائيه والجرائد الرسميه. يعني حضرتك احنا بنعمل ماشيين اعلام سياسي على اساس ان احنا ماشيين في خط متوازي مع الدوله في اعلام، احنا نعتبر الاعلام البديل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحمله بتاعتنا. حضرتك نشر الوعي الديني، نعرف بالوعي لدى المواطنين اعلاميا، ونشر الثقافه الاعلاميه السليمه التي تقوم على اساس الوطن للجميع. مش يا فندم، توعيه المواطن بمخاطر الارهاب الفكري والمتطرف الذي يؤدي الى عدم استقرار الوطن. نشر جميع الانجازات التي يقوم بها السيد الرئيس من جميع النواحي كانشاء الطرق والكباري وبناء المدن الجديده وعمل مساكن للاستخدام الادمي بدلا من العشش والمباني العشوائيه التي كان يعيش فيها المواطنين. حضرتك عمل ندوات ومؤتمرات اعلاميه بحضور كبار الشخصيات في الدوله الوطنيه لحث المواطنين على حب الوطن. الوقوف مع الدوله والرئيس وتوضيح جميع الافكار الاعلاميه الصحيحه التي تخدم مصالح الامن العام المصري والقومي. نشر العمل الخيري من الدولة عن طريق صندوق تحيا مصر، وتعريف المواطن باستحقاقاته التي كفلها الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب في التعديل الدستوري الأخير. تجديد الفكر الديني لدى المواطنين بنشر جميع الأفكار التي تخدم مصالح الوطن وبحسب ديني وسطي، ويراعي دمج الدين الجميع في تعديل الخطاب من مسجد وكنيسة. أستاذ أحمد، أنا عرفت من حضرتك إن الحملة مش وراء التوقيت ده، الحملة من 2011 على ما لا حضرتك، الحملة معانا من 2016. من 2016 كانت اسمها الحملة الوطنية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. تمام. حملة مواطن يدعم رئيس. دلوقتي بنكمل الحملة دلوقتي حضرتك. في شق فيها إعلامي حضرتك. فالشق الإعلامي دوت إعلام سياسي. فاحنا حضرتك خدنا المفقود بتاعتنا والحمد لله ان احنا نخليها الحمله الوطنيه لدعم الرئيس للاعلام السياسي بنفس الاوراق والمستندات بتاعتنا اللي هي من 2016 ان شاء الله. انجازات الحمله. ارحب بك استاذ احمد. طبعا هل الحمله قامت بتدشين بعض المواقع على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي نظرا لان هناك حمله شرسه من بعض الاعلام المغرض خارج مصر لتشويه الدوله المصريه؟ هل الحملة بتناهض الإعلام المشوه للدولة المصرية؟ أكيد يا فندم، الحملة بتاعتنا الحمد لله فيها ناس إعلاميين محترمين جدا، فيها ناس مخلصين جدا وشرفاء. الحملة بتاعتنا بتلم كل أطياف الوطن. طيب هل لكم مواقع على حضرتك مواقع للسوشيال ميديا عن طريق المواقع اللي هي بتاعت الإعلاميين اللي دخلوا معانا الحملة بيخشوا معانا بالمواقع بتاعتها، عاملين حضرتك بروتوكول مع 5 جرائد أو 5 صحف ورقية زي الشرق الأوسط مع حضرتك الطبعة الأولى، معانا كمان كذا جريدة يعني ورقية. وأفرع في المحافظات ولا هي بتختصر؟ احنا عندنا الحملة بتاعتنا دخلت على 5000 واحد على مستوى الجمهورية. عندنا في 27 محافظه 27 مفوض عام لجنه ووراه اللجان الفرعيه بتاعته كلها. طب هل لكم مقرات؟ حضرتك معانا احنا عندنا مقرات في كل محافظه، في مقرين وثلاثه. انا عندي في القاهره 3 4 مقرات، انا عندي مقر في مصر الجديده، عندي مقر في مينا هاوس، عندي مقر في المعادي، ده بالنسبه للقاهره. عندي مقرات في اسكندريه، انا عندي مقر في بنها، مقرين في بنها. في كل محافظه فيه لنا مقرات والحمد لله منتشره، ويعلم بها الجهات السياسيه والجهات الامنيه في الدوله جميعها، لان احنا حمله لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. الانجازات بقى اللي حققتها الحمله على ارض الواقع بالفعل. الانجازات اللي حققتها ان هي حضرتك كان فيه الفتره اللي فاتت اللي كان فيها محمد علي وقصص التعبانه دي. حضرتك محمد علي ده لما طلع احنا رحنا طالعين اعلام بديل ليه هو والحمد لله رب العالمين. تمام. كان فيه الناس اللي هي بتقول لك ان احنا هنعمل مظاهرات ومش عارف ايه والكلام اللي هم الناس الخونه اللي هم ضد الدوله دول. فالحمد لله الحمله بفكر الواعي وبالناس اللي معاها والاعلاميين والمحترمين اللي معانا في الحمله، يعني هقول لحضرتك ان هم قلبوا الميزان.
تمام. بدل ما الميزان كان ضد بقى مع. ليه؟ لان احنا دخلنا توعيه كامله في الوقت اللي فيه كل او المعظم اعضاء الشعب ومعظم الناس السياسيين ومعظم الاحزاب حضرتك حطوا راسهم في التراب. هل الحمله لا اغراض سياسيه وتفكر بعد ذلك في انشاء حزب سياسي؟ لا حضرتك، الحمله لا تفكر في انشاء حزب سياسي نهائي. الحمله سياسيه اعلاميه دعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طول ما هي شغاله اعلام بديل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعدين حضرتك انا بتوجه بالشكر اولا يعني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اللي هو جمعنا كلنا اولا في حب الخير وفي حب الوطن. ثانيا بشكر السيد اللواء الدكتور فوزي رمضان رئيس الحمله في المؤسسه العسكريه اللي هو انشا الحمله دي من 2016 والحمد لله على ارض ثابته وعلى ارض صلبه على ارض الواقع. انا عايز اعرف مين اهم ابرز اعضاء الحمله. انا سالت حضرتك السؤال ده قبل كده وما رضيتش تجاوبني، بس هتجاوبني النهارده. معانا حضرتك السيد اللواء الدكتور فوزي رمضان رئيس الحمله. تمام. معانا السيد اللواء احمد زغرول مهران مشرف عام على الحمله رئيس جهاز المقاولات الحربيه السابق. معانا الدكتور فوزي الفحام حضرتك اللي هو حبيب الدكتور فوزي الفحام ده مشرف برضه عام على الحمله. معانا المستشار رمضان السعيد عزام مستشار قانوني على مستوى الجمهوريه، الراجل ما شاء الله يعني. معانا المهندس علاء السعدني رجل اعمال كبير يعني. معانا ومعانا اللواءات ما شاء الله، معانا اللواء حسين هاشم، معانا اللواء بدوي هاشم، معانا اللواء احمد طلبه اعلاميين وصحفيين، معانا لواءات شرطه ومعانا لواءات جيش ومعانا ناس اعلاميين ومعانا ناس مزارعين، بس اقل حاجه بيبقى معانا دبلوم. تمام. عشان ده اعلام. تمام. ومعانا ناس ما شاء الله، معانا ناس في نقابه الصحفيين، معانا الاستاذ محمد عبد الدايم في نقابه الصحفيين. تمام. جريده العربي، معانا ناس من جميع اطياف الشعب معانا حضرتك، والناس مشكرة. كلها داخله على العمل بحب، لان حب الدوله اكيد طبعا حب الارض الوطن بس بلدي. بشكر حضرتك استاذ احمد، احنا سعيدنا جدا بلقائك، وطبعا نظرا لوقت البرنامج احنا معانا موضوع طبعا مهم جدا، جات لنا استغاثات كتيره من بعض العاملين بالصناديق الخاصه وخصوصا الغير مثبتين. طبعا هم بيناشدوا السيد رئيس الجمهوريه بان يتم تطبيق الحد الادنى عليهم. معانا بعض العاملين بالصناديق الخاصه زي عامل النظافه اللي دايما شغال في الشارع، اللي دايما شغال في البرد، شغال في الحر ولا عمره بيشتكي. الناس دي مرتبها ما بيكملش 1000 جنيه، يعني في محافظه زي محافظه بني سويف مرتب عامل النظافه ما بيكملش 1100 جنيه او 1000 جنيه، والناس دي في الشمس شغالين، في البرد شغالين. فهم كلموني اكتر من مره وقالوا نتمنى ان برنامج همسه مواطن يكون صوتنا ويوصل ونوصل صوتهم للسيد رئيس الجمهوريه. فعلا الناس دي تستحق ان احنا نديهم، تستحق ان احنا، لان الناس دي شغاله وبتتعرض لامراض، بتتعرض لمخاطر، بتتعرض لحوادث، والناس دي عمرها ما كلت ولا تعبت، في البرد شغال، في الحر شغال. فهم ليهم نداء بيناشدوا السيد رئيس الجمهوريه بتطبيق الحد الادنى للاجور على موظفين الصناديق الخاصه، لان فعلا الناس دي بتشتغل، فلازم يا استاذه يبقى لهم تطبيق للحد الادنى، لان مفيش مواطن النهارده هيعيش ب 1000 جنيه او 1100 جنيه في ظل الحياه الطاحنه. فاحنا كبرنامج همسه مواطن بنعتبر نفسنا صوت المواطن لدى المسؤول، احنا بنوجه نداء للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الماليه بضم الصناديق الخاصه لميزانيه الدوله وتطبيق الحد الادنى للاجور، لان احنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شفنا فعلا طفره بالنسبه للموظفين وبدات الرواتب تزيد، ولكن للاسف اكثر من نص مليون مواطن او موظف على الصناديق الخاصه للاسف لم يتم تطبيق الحد الادنى للاجور عليهم. فهم عايزين يوصلوا صوتهم للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء، فياريت يكون منبرنا برنامج همسه مواطن يوصل صوت العاملين بالصناديق الخاصه ويكون في تطبيق للحد الادنى. بعض المحافظات بداوا يشتغلوا فيها فعلا ان هم يبعتوا لوزاره الماليه، يبعتوا لوزاره الماليه ان يتم تطبيق الحد الادنى عليهم، ولكن في بعض المحافظات الميزانيه بتاعتها لا تسمح، زي محافظه بني سويف الميزانيه الصناديق الخاصه لا تسمح لتثبيت العماله المؤقته وتطبيق الحد الادنى. فاحنا بنطالب السيد وزير الماليه
بالتحرك، واي وبالذات بخصوص المحافظات اللي هي بعتت ان يتم تثبيت العماله المؤقته، الناس دي هم انا بعتبرهم عصب الدوله، لان معظم اللي شغالين على الصناديق الخاصه معظمهم في مشاريع النظافه العامه، في مجالس المحليه، يمكن تلتينهم تلتين اللي شغالين على في الصناديق الخاصه في مشاريع النظافه وفي المجالس المحليه والمجالس القرويه، ودول بينزلوا شغلهم ميداني، يعني للاسف مش شغلهم في مكاتب، كمان شغلهم ميداني، يعني عامل النظافه ده موجود في الشارع، لولا عامل النظافه احنا الشارع مش هيبقى نظيف وهتحصل كوارث. الناس دي فعلا بتشتغل وبتدي الشغل حقه، فاحنا بنتمنى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يكون في نظره لعمال النظافه العامه على مستوى الجمهوريه، وخاصه ليهم تامين صحي كمان يا اشرف، هم ليهم تامين لكن المرتبات ضعيفه برضه، مرتبات ضعيفه جدا، يعني بياخد 1100 جنيه. طب العامل ده يعمل تعمل له ايه ال 1100 جنيه في ظل ارتفاع الاسعار وارتفاع فاتوره الميه والكهرباء ودول بينزلوا بيشتغلوا ومتعرضين كمان للاصابه، بيتعرضون للاصابه في الاصابه بالامراض، ناس شغاله في شغلانه يعني. يلا ان شاء الله باذن الله صوتهم يوصل لسياده الرئيس. انا بشكرك كتير يا اشرف على حلقتنا النهارده، بشكرك يا عبد الله. احنا لسه حلقتنا فيها وقت، يعني انا بضم صوتي لصوتك استاذ اشرف، وبناشد السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وبناشد السيد رئيس الوزراء لضم الصناديق الخاصه للموازنه العامه للدوله وتطبيق الحد الادنى على العاملين بالصناديق. ان شاء الله باذن الله صوتهم يوصل باذن الله. ان شاء الله صوتنا يوصل. وانا طبعا اكتر من مره كتبتها مرارا وتكرارا على صفحتي، بطالب لهؤلاء العاملين وخصوصا العاملين بمشروع النظافه العامه ان يكون ليهم نظره من السيد الزعيم القائد عبد الفتاح السيسي. ما ينفعش يا فندم في عهدك يوجد موظف او يكون في موظف بياخد 1100 جنيه في ظل ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه، والناس دي فعلا شغاله، وحضرتك على علم اليقين بان فعلا عامل النظافه او الناس اللي شغالين في الشارع هم اكتر ناس يستحقوا مننا ان احنا نزودهم ونكرمهم كمان. انا بشكرك يا اشرف على الحلقه الجميله النهارده، كانت ماسكه سياسه وماسكه حاجات تخص المراه. بشكرك يا عبد الله، وان شاء الله نشوفك في اكبر برنامج باذن الله قريب جدا. بشكر حضرتك يا استاذ احمد على حضورك النهارده معانا، وربنا يوفقكم يا رب في الحمله باذن الله، وتبقى تعمم على مستوى الجمهوريه كلها. نسيت اقول لحضرتك حاجه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا جميعا كلنا طبعا بنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر أم العرب، تحيا مصر أم العالم كله، تحيا مصر، تحيا. صدقني يا فندم مصر لها مكانة كبيرة قوي في قلوب الناس كلها. أكيد طبعًا، أكيد طبعًا. بتمنى من ربنا إن ربنا يقف مع مصر. بشكركم مشاهدينا على في لسه معانا وقت، فإديله إد للضيف إن هو يتكلم ويقول. تحت أمرك. اتفضل يا أستاذ. حضرتك مصر كبيرة قوي، مصر كبيرة بالناس اللي فيها، مصر كبيرة بالشعب بتاعها العظيم، إذا كان في قلة بتتكلم وفي قلة واقفة ضد فالمعظم واقف معها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بشكره جدا لأنه تحمل مصر في وقت كان أصعب وقت في تاريخ مصر. طبعا. إن هو يقدم كفنه على إيده كده ويخش. طبعا. يمسك البلد وداخل عارف إن الاحتياطي بتاعها تحت الصفر، عارف إن كل حاجة فيها مفيش حاجة خالص، لا بنية تحتية ولا كباري ولا مشروعات ولا حاجة، ويبدأ في طفرة ديت في 5 سنين. لا أنا أرفع له القبعة. تمام. أنا أقول له حضرتك ربنا يعينك علينا، وبقول للجيش المصري كل سنة وأنت طيب بمناسبة 6 أكتوبر، بقول للشرطة ربنا يديكوا الصحة ويديكوا الأمن والأمان اللي أنتم موفرينه لنا، وبشكر كل المصريين على الوقوف مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، وطبعا مهما قلنا من كلمات ولن نوفي حق أبنائنا من القوات المسلحة العيون الساهرة لحماية هذه الوطن، وأيضا رجال الشرطة أنا بعتبرهم حماة الوطن من الداخل. ولكن أنا ليا كمان قبل ما نختم، أنا ليا طلب على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طلباتك كترت النهارده يا اشرف. يوم النهارده. طبعا احنا بنتدلل على قائدنا العظيم صعيد مصر، احنا بنتمنى نشوف تنميه اكتر خصوصا في صعيد مصر.
خصوصا في محافظه زي محافظه سوهاج واسوان، المحافظات اللي هي نتمنى ان شاء الله يكون فيها تنميه. احنا طبعا بشكركم، بشكر عبد الله، بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، على وعد منا بلقاء جديد في نفس الميعاد. لكم منا كل التحيه، اشرف ابو دنيا وبسنت البرديسي، الى اللقاء.